السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده يا نين، لاباس عليكم؟ كان اتمنى تكونوا بخير. تعالوا عشان ما اطولش عليكم نشوف الفيديو ده بسرعة. عبد الله ان الجزائر ما تأهلتش لكأس العالم اللي هو في قطر. هنا هقول لك ابقى انا كمعبر اخطأت في الزمان. مش كل حاجة ابقى انا السبب فيها، حرام كده. ايوه يا جزائريين، دلوقتي انا قلت انه الجزائر هتدخل كأس العالم، لكن انا ما حددتش اني كأس العالم، معلش يعني. ايوه ممكن يكون قصدي كاس العالم 2080، ممكن يكون قصدي كاس العالم 2800، مش مهم. المهم انه ان شاء الله الجزائر اجلا ام عاجلا هتدخل كاس العالم ان شاء الله. فاذا كنت انا اخطأت يعني في الموضوع دوت والجزائر ما دخلشت، يبقى اكيد في لخبطه في الزمن. بس يعني ان شاء الله الجزائر هتدخل كاس العالم 2070. ايوه ان شاء الله، انا بوعدكم باذن الله. من دلوقتي بقى جهزوا نفسكم على إعادة ماتش الكاميرون في 2070 إن شاء الله. شكرا، مع السلامة عليكم. ده تقريبا واحد أهبل منجم قال لهم إن الجزائر هتدخل كأس العالم، ويعيني الموضوع قلش منه وفلت، فطلع يعيني بيندب دلوقتي بيقول لك أنا الحقيقة إن أنا ما قلتش يعني على الموضوع ده صراحة. أنا قلت الجزائر هتدخل كأس العالم لكن ما قلتلكوش أنهي كأس عالم، فإذا أنا كنت أخطأت فأنا أخطأت في الزمان بس لا مؤاخذة يعني. تعالوا بقى نشوف دلوقتي الفيديو ده. عامين ثلاث سنين أنا نقول لكم الجزائر إن شاء الله بحول الله رايحه تكون كوريا او كوريا في افريقيا ان شاء الله. هتبقى في الحنانه نينا، حنانه نينا تبقى ان شاء الله في كوريا. احنيهم وارضعهم وانامهم فسربريرهم. كوريا الشماليه ولا الجنوبيه مش عارف، بس هي هتبقى كوريا. ربنا يستر وما تبقاش كوريا الشماليه بقى. الجزائر ان شاء الله هتبقى في لوبيا، كوريا، فوبيا. ايوه ان شاء الله. وانا قاعد اهبل. باشا انت ما وضحتلناش هي هتبقى كوريا ايه؟ يعني هتبقى كوريا في ايه طيب؟ يعني لو هي هتبقى كوريا الجنوبيه فممكن تقول لنا كام في الصناعه، في السينما، في المسلسلات، يعني في فريق الكوره، في اي حاجه. انما كوريا الشماليه حاجه تانية، فانت حدد لنا انهي كوريا عشان يبقى عارفين لا مؤاخذه يعني. عشان انت ممكن يبقى قصدك كوريا الشماليه فنقول عليك برافو عليك، صح ممكن. لكن وبرضه مش تبقى كوريا الشماليه بس يعني ممكن، لان كوريا الشماليه ما عندهاش اي حاجه ناجحه غير الجيش، والجيش برضه مش مضمون انه يبقى ناجح يعني هناك في كوريا الشماليه. لكن كوريا الجنوبيه دي في حته تانية، فاحنا عايزين نعرف حضرتك قصدك ايه؟ هتبقى كوريا انهي فيهم؟ انا المهم عندي امل، راهم يقولوا لي صوفيا استني تو على سوربريز ان شاء الله لو 20 نوفمبر في قطر. شوف انا ما يهمنيش اي حاجه، انا المهم عندي ان الجزائر تدخل كاس العالم وانا مستني المفاجاه بتاعت 11 نوفمبر. يخرب بيت ام 11 نوفمبر ده اللي فاتوا ومشي ولسه هم قاعدين مستنيين المفاجاه بتاعته. يا ست احنا خلاص بقينا داخلين على شهر 12 وانت قاعده مستنيه 11 نوفمبر. ايوه انا قاعده مستنيه. شوف يا تبون، انت تشوف لي حل في الموضوع ده باي طريقه، انا بقول لك اهو. مش مهم عندي بقى الدنيا تولع ولا نولع، نولع كلنا. المهم ان احنا نخش كاس العالم يوم 11 نوفمبر. لو دلوقتي تبون راح قال لها طب انا هدخل الجزائر في كاس العالم يوم كاس العالم ما يبدا، تقول له لا انا عايزها تدخل يوم 11 نوفمبر، ماليش دعوه، اتصرف لي في الموضوع ده. ماليش دعوه، انت قلت لي 11 نوفمبر، هدي 11 نوفمبر، انا دماغي تربست على 11 نوفمبر خلاص. الشعب كله في الجزائر مش يقول 11 نوفمبر، خلاص كده. فندق شيراتون. انتم بتأمرونا للعشاء فورا في فندق شيراتون. رجاله هو حد يمشي قبل العشاء، في اطباق هناك هتتوزع وفي اوبن فوفيه ان شاء الله وهناكل كلنا هناك، هو حد يمشي العشاء في شيراتون هناك. اللي معوش عربية ينط في أي ميكروباص وهو رايح، اللي معوش ميكروباص يجي معايا يتشعلق ورا. المهم إن إحنا محدش فينا يفوت العشوة دي عشان في عشا حلوة أوي في شيراتون، بيقولوا جايبين جمبري وكباب وحاجات العشا في شيراتون إن شاء الله. نطلب من سمو الأمير قطر إنه يعطي دعوة للبوليزاريو كما نقول إحنا الساحل الغربية إنهم يحضروا في افتتاح تاع كأس العالم. أنت مال أمك، مال أمك أنت. قال لهم على السلام عليكم. انا ليا طلب بس مهم جدا عشان كاس العالم، بس ليا طلب عند امير قطر لو سمحتوا يعني. ممكن نكلمه؟ ما ينفعش؟ طب ممكن ابعت له رساله من خلالكم انتم؟ طيب لا مش عايز ابعت رساله ان تبوني يحضر، لا لا هو رئيسي بس لا مش عايزه يحضر، لا مش مهم. لا ومش عايز منتخب الجزائر يلعب في كاس العالم، كده كده منتخب الجزائر هيلعب في كاس العالم في 11 نوفمبر 2078 مليون ان شاء الله. انا عايز اعمل دعوه للبوليخاريو ان شاء الله يحضروا الافتتاح بتاع كاس العالم. ايوه هم شويه الناس اللي بجلاليب دول يحضروا الافتتاح بتاع كاس العالم. الناس دي بتاكل ايه؟ ريبي؟ لا ما ده اهم حاجه عندي ان شاء الله. ايوه البوليزاريو دول بيدافعوا عن الصحراء
اللي هي المغربية، هم بيقولوا علينا المغربية لكن احنا مش شايفين كده. فبعد اذنكم احنا عايزين دلوقتي البوليزاريو يحضروا كاس العالم. ايوه عشان المغاربة يتغاظوا ويشوفوا البوليزاريو في كاس العالم ان شاء الله. لا هي مش دولة، لا ولا جيش، لا ولا مجموعة ولا شلة ولا جروب على الفيسبوك. في ايه يا عم انت بتذلني ولا ايه؟ ولا شلة صحاب، لا ولا جمعية. هي حاجة كده، احنا لمين جمعية مع بعض شوية فلوس وبنديهم فلوس ونأكلهم ونشربهم. عايزين نعزمهم في كأس العالم ان شاء الله في الافتتاح. امي عبيطة، ده انت قليل الادب قوي. طب غير من وش بقى عشان ما قلش ادب عليك. لا خلاص ما تبعتش رسالة لأمير قطر، شكرا مع السلامة عليكم. اقسم بالله ما اعرف اعيش من غير الحاجات دي كل يوم. انا بتبسط كده لما بطلع اوزع الحاجات دي كده ونقعد نضحك مع بعض. انا مش هعلق خالص على الحاجات اللي انتوا شفتوها، يعني انا علقت بما فيه الكفايه. هسيب لكم انتوا التعليق بقى على كل حاجه شفتوها في الفيديو ده. التعليق لازم يبقى ليكم. انا جالي خلاص حاله من السكوت، الركود. ولا اله الا الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. لبي لما بنادي حبك شهادة ميلادي وانا بيك ليا قيمة. مغربنا فوق الراس بما هو الاساس، احنا المغربة النخوة وبلادنا عظيمة. مغربنا وراسنا عال وديما في العلال، احنا اسود الاطلس وبلادنا عظيمة. يا مغرب يا جنة ربي، صورتك دماء في قلبي، انت عشقي وانت حبي، عريقة بلادي وقديمة. نفديك بروحي وبدمي، انت ابا وانت امي، نعلم حبك لولدي يا بلادي يا زعيم.